سنخبرك في دليل الإشراد هذا بكيفية شراء ترخيص سبليت على موقع منتج ديفيو مقابل توكن ألتيما. انتقل إلى موقع ديفيو في الزاوية اليمنى العليا، انقر على زر ساين إن وقم بتسجيل الدخول. ستفتح لك لوحة التحكم. بالتمرير إلى أسفل الصفحة سترى قائمة بالتراخيص المتاحة للشراء في قسم سبليت لايسنسز. اختر الترخيص المناسب لك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح بعد ذلك نافذة تطلب منك اختيار طريقة الدفع. اختر ألتيما وأكد الموافقة على الشروط عن طريق تحديد المربع وانقر فوق زر Purchase شراء. في النافذة التي ستفتح سيشار إلى المبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة الذي تريد تحويل المبلغ المشار إليه. سيكون المتاح أيضا هذا العنوان في شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المحددة. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر إشعارا بالدفع. شكرا. عليك الآن تفعيل الترخيص أو تنشيطه. للقيام بذلك انتقل إلى قسم قائمة License Keys وابحث عن الترخيص الذي اشتريته وانقر على زر Activate تفعيل. إذا أردت مشاهدة سجل التنشيط انتقل إلى بوابة Activation History. إذا لديك أي استفسار أو سؤال يمكنك دائما التوجه إلى قسم فريق الدعم لدي.